السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نشرح من خلالها طريقة توثيق قناة اليوتيوب. بعلامة الفيريفي أو علامة أو بإشارة التحقق. كيف ذلك؟ هذا هو محور حلقتنا الخاصة بهذا اليوم. قبل أن نقوم بشرح الطريقة والتفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا دائما تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. كما تلاحظون معي، فالقناة الخاصة بنا شروحات فقد تجاوزت 100,000 مشترك، يعني فهي مؤهلة للحصول على إشارة التحقق أو علامة الفيري. يمكنني الحصول على إشارة التحقق على القناة الخاصة بي. لماذا؟ لأنني قد تجاوزت 100,000 مشترك. على سبيل المثال سوف أريكم. أما بالنسبة للقنوات التي لم تتجاوز 100,000 مشترك فلا يحق لها أن تقوم بالحصول على هذه إشارة التحقق، ما عدا بعض القنوات الخاصة ببعض الشركات وبعض بعض القنوات الخاصة ببعض الأعمال الخاصة بالشركات. سوف أريكم على سبيل المثال. فبالنسبة للقناة الخاصة بي فهي كما قلت تجاوزت 100,000 مشترك، لكن هناك قناة أخرى لدي، هذه القناة التجريبية. فبالنسبة كما يقول لك هنا لتقديم طلب من أجل الحصول على إشارة إثبات ملكية القناة، يمكن إرسال طلب للحصول على إشارة إثبات ملكية القناة بعد أن تكسب القناة الخاصة بك 100,000 مشترك. يبدو أن القناة غير مؤهلة لتقديم الطلب لهذه القناة، فهي غير مؤهلة. سوف أريكم الآن قناتي الرسمية. كما تلاحظون تقديم الطلب من أجل الحصول على إشارة إثبات الملكية، أصبحت قناتك مؤهلة لتقديم طلب من أجل الحصول على إشارة إثبات الملكية. ويشير ظهور علامة الاختيار كما تلاحظون معي، هذه علامة التحقق، على أن الصفحة الرئيسية للقناة إلى أنها سبقا حصلت على إشارة إثبات الملكية. يرجو العلم أن العلامة إثبات الملكية لا تظهر على الأجهزة الجوال. إذا لم تجد علامة الاختيار على الصفحة الرئيسية للقناة، يمكنك الطلب الحصول عليها من خلال هذا الخيار. أما في القناة أو في قناة أخرى غير مفعلة أو قناة غير حاصلة أو لم تحصل على 100,000 مشترك، فلن تظهر معك طلب الحصول على إشارة التحقق. من بين الشروط التي يجب عليها القناة الخاصة بك أن تتوفر عليها من أجل الحصول على هذه إشارة التحقق، كما قلنا 100,000 مشترك. كذلك يجب أن تكون القناة لديها لوجو خاص بالقناة كما تلاحظون معي، كذلك هنا كوفر خاص بها، صورة مكبرة الخاصة بالقناة. كذلك يجب أن تقوم بوضع رابط الخاص بالموقع الخاص بك، كذلك صفحتك على تويتر، كذلك صفحة قناة الخاصة بك على اليوتيوب، كذلك صفحتك على الفيسبوك. يجب أن تقوم بوضع هذه، يجب عليك أن تقوم بوضع الوضع كما قلنا هذه الروابط على القناة الخاصة بك. كذلك تذهب مباشرة إلى اللمحة على هذا الشكل، تقوم بوضع وصف تصف فيه القناة الخاصة بك، الأشياء التي تقوم بها القناة أو النيش الخاص بالقناة أو المحتوى الخاص بالقناة. كذلك يمكنك أن تقوم بإضافة روابط متعلقة بالقناة الخاصة بك، كذلك هنا كما تلاحظون معي. وبذلك يمكنك أن تقوم بوضع روابط المتعلقة ببعض المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي. عندما تقوم بوضع هذين الشروط، كذلك من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في القناة أن يكون المحتوى خاص بك، يعني لا تقوم بسرقة فيديوهات من قنوات أخرى. كذلك يجب أن يكون المحتوى فريد كما قلنا، هذا الأمر فهو معروف. كما قلنا بالنسبة لبعض لمحة عن القنوات التي تم إثبات ملكيتها، سوف نذهب مباشرة إلى كما قلنا إلى القناة الخاصة بنا. على سبيل المثال كما قلنا هنا نقوم بتقديم الطلب كما للإشارة فقط إخواني الكرام. فبالنسبة لإشارة التحقق فلا تعني أن القناة الخاصة بك قد حصلت على إشارة التحقق، يعني أنها لا يمكن حذفها أو يمكنك أن تقوم ببعض الميزات، فهي لا تعطيك أي ميزة، فقط أن القناة هذه القناة فلها شخص يمتلك هذه القناة
كذلك بالنسبة للاسم القناة، فلن يحصل أي شخص على شرط التحقق من خلال الاسم الخاص بك، مثلا قناتي أنا شروحات، فلن يحصل أي شخص على شرط التحقق أو بنفس الاسم، يعني أن هذه شرط تحقق فقط لإثبات ملكية القناة، يعني أن هذه القناة أي شخص قام بالدخول إلى القناة الخاصة بك يقول يعرف أن القناة لها شخص يهتم بها أو مسؤول يهتم بها. من كما قلنا هذه هي بين الأشياء التي كما قلنا. بالنسبة للطلب، هذا هو النموذج للحصول لتقديم الطلب. سوف نقوم بقراءة بعض التلميحات حول هذا الأخير. لن نؤكد الملكية القنوات التي تحاول انتحال الهوية منشئ محتوى كما قلت قبل قليل. فبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بسرقة الفيديوهات من أشخاص آخرون يقومون برفع مع القنوات الخاصة بهم، فلن يقوموا بالحصول على شرط التحقق أو قام بانتحال مثلا اسم الخاص به، قام بانتحال بعض الشركات أو بعض أسماء المشاهير من أجل الحصول على شرط التحقق، فلن يستطيع أن يقوم بالحصول على شرط التحقق أو علامة تجارية أخرى كما قلنا أو علامة تجارية إذا تبين أن إحدى القنوات تنتحل الهوية لمستخدم آخر عمدا، يمكن أن تتخذ إجراءات إضافية. مثلا هنا لمحة عن القنوات التي تم إثبات ملكيتها، تدل شرط إثبات الملكية على أن القناة هي قناة رسمية لمنشئ محتوى كما قلت لكم قبل قليل، أو فنان أو ناشط تجاري أو شخصية عامة، يساعد إثبات ملكية القنوات على تميز القنوات الرسمية من القنوات الأخرى التي تحمل اسم المشبهة لها على اليوتيوب. على سبيل المثال، فأنا إذا قمت بالحصول على شرط التحقق على القناة الخاصة بمثلا شروحات، فأي شخص قام بإنشاء قناة وقام بتسميتها بشروحات، فالقناة الرسمية فهي واضحة، القناة الرسمية هي التي تظهر عليها شرط التحقق، أما القنوات الأخرى فهي فقط قنوات كما قلنا ليست رسمية، فقط قنوات عادية. جيد. تذكيرات لا تمنح القنوات التي حصلت على شرط إثبات الملكية استفادة من ميزات إضافية على اليوتيوب كما قلت لكم قبل قليل، فشرط التحقق لن تحصل على أي ميزة، فقط أن القناة لها أثبتت ملكيتها لها صح، يمكنك الحصول على جوائز بعض الإضافات الأخرى كما قلنا هنا، ولا تعني إشارة إثبات الملكية الحصول القناة على جوائز أو دعم أو توصية من اليوتيوب. للمزيد من المعلومات حول الجوائز يمكنك الاطلاع على هذا الأخير. مثلا إذا كنت تريد أن تقوم بالحصول على الدرع مثلا بعد حصولك على 100,000 مشترك، هناك أنواع من الدروع التي تقوم بتوزيعها اليوتيوب، منها الدرع الفضي، الدرع الذهبي وغيرها. إذا حصلت قناتك على شرط إثبات ملكية لن تفقدها إلا إذا غيرت اسم القناة، ولن تحصل القناة باسمها الجديد على شرط إثبات الملكية لتلقائيا، بل يجب تقديم الطلب من جديد كما قلنا. فإذا قمت بتغيير الاسم على سبيل المثال، أنت قمت بالحصول على شرط التحقق على القناة الخاصة بك وقمت بتغيير الاسم، سوف يتم إزالة شرط التحقق، ويمكنك أن تقوم بطلب جديد من أجل الحصول على شرط التحقق في حال كانت القناة الخاصة بك لا زالت تتوفر على 100,000 مشترك. جيد. تحتفظ منصة اليوتيوب بحقها في إبطال إثبات الملكية للقنوات أو إغلاقها في حالة مخالفات إرشادات المنتدى أو بنود الخدمة في اليوتيوب. هناك بعض التفاصيل الأخرى لن أريد أن أقوم بالإطالة في هذا الموضوع، سوف أضع لكم كما قلنا كما العادة سوف أضع لكم رابط الخاص ب هذا المصدر كي تقومون بقراءته وإتمام المعلومات المتعلقة بهذا الأخير ومراجعة هذا الأخير. هنا سوف نقوم بطلب إثبات ملكية القناة. تهانينا للحصول على كما قلنا عدد مشتركين في قناتك إلى 1,000 مشترك، أنت مؤهل لإرسال طلب إثبات ملكية القناة. تدل شرط إثبات ملكية القناة هي أن القناة رسمية لمنشئ محتوى أو فنان أو نشاط تجاري أو شخصية عامة، يساعد إثبات ملكية القنوات اليوتيوب على تميز القنوات الرسمية عن القنوات التي تحمل نفس الاسم المشابه لها على اليوتيوب. يرجو إدخال معلومات أدناه لتقديم الطلب. على سبيل المثال هنا اسم القناة. بالنسبة لمعارف القناة يمكنك أن تقوم بإيجاده هنا، سوف نقوم بالبحث عنه هنا. كل شيء متوفر كما تلاحظ هنا، هذا هو معارف القناة. نقوم بتحميله ثم نقوم بوضعه هنا بهذا الشكل. هنا
بعد تقديم الطلب ستخضع قناتك للمراجعة، ونحن نراجع القنوات التي تستوفي الشروط التالية: أن تعكس هوية حقيقية، يجب أن تمثل القناة علامة تجارية حقيقية أو منشئ محتوى أو كيان حقيقي الذي تزعم التمثيلية، وتستحق من عوامل المختلفة تساعدنا في إثبات هويتك، مثل الفترة الزمنية التي تمضيها على إطلاق القناة. ويمكن أن نطلب أيضا تقديم مزيد من المعلومات أو مستندات. في حالة ما كانت القناة الخاصة بك غير مثبتة الملكية، مثلا لم تقوم بوضع مثلا لم تقوم بتطبيق خاصية التحقق بخطوتين، شرحنا في حلقة سابقة، يجب أن تقوم بطلبها، يجب أن تقوم بتفعيلها على القناة وبعض الميزات الأخرى. اليوتيوب أن تكون مكتملة، يجب أن تكون القناة علنية أو تضم وصفا أو رموز أو محتوى أن تكون نشاط عالي. ويمكن أن يتطلب إثبات ملكية القناة عدة أسابيع. للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على هذا المقال. في حالة ما القناة الخاصة بك كانت بها بعض المشاكل، فقد يستغرق أسابيع للحصول على هذه الشرط التحقق. كما قلنا، الآن قد قمنا بعملية ملء المعلومات الخاصة بالقناة الخاصة بنا، سوف نقوم هنا بالنقر على إرسال. كما تلاحظون هنا، تم إرسال الرسالة الإلكترونية. شكرا على تقديمك بطلب إثبات ملكية القناة، ستصلك قريبا رسالة تأكيد الإلكترونية، وخلال أسابيع القليلة القادمة سنلقي نظرة على المعلومات التي قدمتها ونتواصل معك. كما تلاحظون معي هنا، الآن قد قمنا بتقديم الطلب. العملاء الخاص باليوتيوب سوف يقومون بمراجعة القناة الخاصة بنا بجميع تفاصيل القناة كما قلت لكم قبل قليل، وبعد ذلك إذا كانت القناة الخاصة بك تستوفي الشروط سوف تقوم بالحصول على شرط التحقق مباشرة بعد تقديم الطلب. تم توصل بهذه الرسالة كما تلاحظون، شانيل فيريفي أبليكيشن. كما تلاحظون هذه الرسالة الآن قد تم إرسالها لنا من طرف سيبور الخاص باليوتيوب كما تلاحظون معي. سوف نقوم الآن بترجمة الرسالة لنقوم بمعرفة محتوى الرسالة. كما تلاحظون، نشكرك على طلب التحقق من القناة على اليوتيوب. بمجرد مراجعة طلبك سوف تتلقى ردا منا بالقرار. لاحظ أن المراجعين لدينا يحاولون الرسول إلى طلبات في أسرع وقت ممكن، ولكن قد تحدث تأخرات. الآن لدينا عدد محدود من المراجعين، ونحن نعلم أن هذا الأمر مهم بالنسبة لك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن. قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بنا لمعرفة المزيد حول التحقق من القناة اليوتيوب. فعملية التحقق قد تستغرق بعض الأحيان 24 ساعة، بعض الأحيان قد تستغرق 5 ساعات، 4 ساعات، 3 ساعات، كما قلت لكم على حسب القناة الخاصة بك. فإذا كانت القناة الخاصة بك مؤهلة ولها جميع المواصفات سوف يتم تفعيل القناة في أقل وقت ممكن. عدنا لكم إخواني الكرام بعد مرور تقريبا 3 ساعات من بعد أن قمنا بإرسال طلب حصول على شارة تحقق لقناتنا على اليوتيوب. تم توصل بشارة التحقق إذا لاحظتم معي هنا. الآن أصبحت القناة الخاصة بموثوقة كما تلاحظون بعلامة تحقق أو شارة التحقق. بعد أن قمنا بإرسال الطلب تقريبا 3 ساعات توصلت بالطلب. بعد مراجعة القناة تأكدوا بأن القناة الخاصة بي فهي قناة رسمية، وكذلك قناة تمثل منشئ محتوى، ليس هناك أي مخالفة، ليس هناك أي مشكل من مشاكل الخاصة بالرفض أو شيء من هذا القبيل. المحتوى فهو محتوى خاص بي وغيرها من التفاصيل. والآن قد قمت بالحصول على شرط التحقق. أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.